إطلاقا من قاعدتها غير الشرعية في منطقة التنف الواقعة على المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، حيث ثبت لدينا بالأدلة الدامغة أن الكثيرين من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يتلقون تدريباتهم على أيدي مدربين عسكريين أمريكيين في تلك القاعدة، كما تم رصد عناصر هذا التنظيم بالعين المجردة يتحركون داخل تلك القاعدة وفي محيطها بعتادهم ومركباتهم بكامل الحرية. وثبت لدينا أيضا قيام أولئك الإرهابيين بشن العديد من هجماتهم في البادية السورية بإسناد من القوات الأمريكية، وآخرها كان الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له حافلة مبيت لعسكريين من الجيش العربي السوري كانت تمر على أحد الطرقات في البادية السورية بتاريخ 3 كانون 2 2022. ما يقوم به الاحتلال الأمريكي من إدارة لصراع المتناقضات على الأرض، والذي تجسد جليا في الأحداث التي شهدتها مؤخرا محافظة الحسكة، بدءا من التغاضي الأمريكي المتعمد عن تحركات إرهابي داعش قبل هجومهم على أحد السجون الذي يضم عددا من متزعميهم تحت إدارة ميليشيا قسد، لتقوم قوات الاحتلال الأمريكي بعد ذلك بشن هجمات جوية منسقة دمرت من خلالها عددا كبيرا من مباني المرافق الحيوية التي كانت الحكومة السورية تقدم من خلالها خدماتها للمدنيين هناك.